السلام عليكم إخوتي أحبتي في كل قارة العالم، سلام لكم، تحياتي لكم من الضاحية البارزية من قلب باريس. رانا اليوم مع أقدم حراك في الغربة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راك خويا عبد الوهاب؟ الحمد لله. لاباس وشي هذا سيدي، يحكي لنا شكون أنت عبد الوهاب أخويا؟ قلتنا حراك أقدم حراك، شكون هذا؟ أقدم الحراكين، عندي 23 سنة. أنا كنت في الجزائر و كنت رئيس تجمع الوطني البارتي معتمد، رئيس حزب وجيت حراك يتحرك وصوفي ما في بهن من ناحيتي، كانت حياتي مهددة من كيف طرف كيف من طرف النظام الجزائري. أول شيء أنت كنت صحفي؟ كنت نعمل في الوقاية الصحية، كنت نعمل وأسست التجمع الوطني، أسست أول حزب في الصطيف الجبهة الوطنية الجزائرية لو اف ان ا. بعد رحت لمدينة سكيكدا، اسست اول مدينة سكيكدا، هي مدينة 20 أوت 55، اسست فيها، قلت كما شاركت سكيكدا في عهد الثورة في 20 أوت 55، قلت في عهد الديمقراطية لازم سكيكدا تلعب الدور تاعها. ودرت حزب تاعك الاول التجمع الوطني لو ار ان بي. لو ار ان بي هو حزب القطيع الجدرية مع ممارسة الماضي، قاطعة مع الرجال مع النظام اللي وصلنا واش رانا فيه في الوقت الحالي. من بعدها أسست في 92 بعد وفاة محمد بوذية رحمه الله، يعني تقدر تقول بلي راه نادى بنفس المشروع تاع القاطعة الجدرية لو ار بي ان ولا ار ام بي. ار بي ان سي لا ميم شوز. انا عطوني الاعتماد في 92 90 90 هذه الاعتماد. دونك في 92 بعد وفاة أسست اللجنة الوطنية مكافحة الإرهاب والتعسف، الكوميتي ناسيونال أونتي تيرويزم أونتي ريبريسيون، وجي أتاكي الرئيس أسبق تاع العشرية السوداء شادي بن جديد على التسيير تاعو في العدالة. أول واحد أتاكا سيد رئيس الجمهورية. بعد أسبوع دخلوني السجن عقب سنوات. علاش دخلوك السجن؟ داروا تهم، تعرف الأنظمة الديكتاتورية داروا لي تهم عديدة، 14 تهمة. بين هذه التهم 14 كان 14 تهم كثير، كان كثير. علاش؟ أتنت أكور كونستيتيي مع زوج ولات سكيكدا، باسكو كنت ندافع على هذوك الناس مساكن اللي عايشين في الأكواخ وعايشين في الفقر، كنت ندافع عليهم. زوج ولات المواتاكيون جوستيس دخلت عليهم السجن ودادوا لي قضايا أخرى. ولكن بعد الخروج بعد جاني محامي دفع لي، السيد المحامي المعروف عالميا اللي دار لافير كلوس باربي اون فرانس اون 87، السيد بوعيطة نبيل الشهيد ربي يرحمه، بوعيطة جاي دفع لي. جاني عدة مرات للسجن، المرة الأخيرة جاني اليوم. أنت دخلوك للسجن؟ السجن تقريبا 3 سنوات. جاني اليوم ثاني نهار اختيلا المحامي هذا. عاود عبد الوهاب خويا، عاود رجعنا للقضيه، كنت دخلت السجن، دخلوك السجن؟ السجن بسبب اتهامات عديده، وعاولوا يديروا لي نافير كريمينال، يعني عاولوا لي به الاغتيال تاعي. هذه في 92 دونك قتلوا لي المحامي تاعي، جاي دافع عليا من باريس، سيد بوعيطة نبيل اللي كان دافع على مونديلا، دافع على وايد البريزيدون تاع السينيغال، يخدم مع جاك فيرجس. دونك هذه هي. بعد كانت هناك مخطط باه يغتالوني كي خرجت من السجن. اختفيت في العاصمه، اختفيت في عده مدن، ومن بعد خرجت للخارج حراك، وكانوا ينتظروا فيها امام المنزل منذ شهر باه يغتالوني، ولكن خرجت. كيف خرجت؟ احكي لنا الحرقه كيف. الحرقه جاني واحد يعني في واحد كنت نعرفه بارازار، كان ستان اوفيسي سوبيريور برتبه جنرال، كان يجي عند واحد الصديق عندي يعمل معاه. عيط لي واحد الغرفه، قال لي انت يا برمجوك باه يغتالوك يوم 7 ويدفنوك يوم 8 ماي 96، يعني كنت بعرف لادات. دونك باه نوريو بلي هو النظام اللي كان يختلف الناس، يعني صحفيين وليزانتيليكتويال اكسيتيرا. انا هزيت بعت السياره تاعي في ارجي، هزيت ودخلت العنابه. انا دخلت تونس، عاودت نخرج للخارج، كان صعوبات، لقيت حل مفيد بالفلوس، طلعني واحد في الطائره
وصلت لصوفيا قال لك لازم الفيزا لازم ترجع. من دخلت من الجزائر ولا من تونس؟ من تونس. صافي انت حركت على الحدود الجزائريه التونسيه ومن ثم رحت باه نروح لاوروبا. دونك في صوفيا قال لك لازم ترجع لتونس، وهي دارت كانت مؤامره تاع لي سيرفيس تونيزيان، هما كانوا ينتظروا كي يرجعوني يبعثوني للجزائر باسكو عندنا مده تاع 3 شهور في تونس، ولكن كي يعود راك رفولي من نوتر بي، كي تعود رفولي من نوتر بي عندهم الحق يبعثوك، راهم محميين لي سيرفيس تاع تونس راهم محميين، وخاصه في ذاك الوقت، في هذاك الوقت تاع بن علي. وانا في صوفيا فقت بالماكيده هذه، فقت بالماكيده باسكو ما يخلونيش نطلع في الطائره آه. ما خلوني باه كي نرجع يبعثوني للجزائر، وهما مخطين لي 8 ماي، هذيك هي لا دات لي هما هذا القتله هذا الكريمينال ما يحبوش يخسروا، يحبوا يقتلوا بوضيف قتلوه، يحبوا يقتلوا قاسدي مر، هما ما يحبوش يخسروا، تبان لهم خساره كبيره. هذه هي الواحد خرجت، ومن بعد دخلت على روما، كي رجعت من صوفيا في الاسكال في روم دخلت انا لروم، دخلت على روما كي وصلت، يعني كانوا مساعده تاع اصدقاء زاد شراو الناس واكسيتيرا باسكو اتصلت بهم، جاوا ايطاليا من الجزائر، جاوا ايطاليا في روم في روم مع عاود عندي قصه طويله، عاود ندخل لا سويس توتي نيستوار، من بعد دخلت على فرنسا المفيد والكفاح متواصل، رانا هنا رانا نكافحوا رانا ننظموا ان شاء الله بهذه تزيد دوله القانون، تزيد ديمقراطيه حقيقيه وقاطعه جذريه مع هذا النظام اللي وصل البلاد يعني الكارثه. وتكرا يعني دابري تو لي زيكسبير بلي تكون هناك مجاعه في الجزائر وكارثه حقيقيه في السنوات الجايه، والشعب بالك ما على بالوش واش راح يصرى له، مي حنا جينا باه نوعيو سيرتو لا جاسبورا الجزائريين اللي في الخارج، هذا هو العمل اللي بقات لي الحل الوحيد هي لا جاسبورا، هما الجزائريين اللي عايشين في الغربه، هادو هما اللي بقى يعني بالك امل يديروا حاجه للجزائر. انت مقيم الان في بلجيكا؟ بين بلجيكا لوكسمبور سويس يعني في اوروبا. كيف الوضع كيف الوضع تاع الجاليه يعني كيف تشوف انت عندك خبره طويله مع الجاليه، كيف يعني كيف تشوف المعارضه يعني الان المعارضه للجزائر المعارضه يعني المحسوبه محسوبه بين قوسين معارضه يعني ضحكني تقول لي معارضه، انا ضحكني يعني هذه المعارضه يعني المعارضه هذه يعني جا جا عندي مده سنوات وانا نحاول يعني اتصلت بهم باه نديروا اجتماع باه نخرجوا بنتيجه افيك ان بلون داكسيون اكور ا مويان لون تيرم، كي باه نقضيو على النظام هذا باسكو النظام هذا راح يدينا الكارثه، نظام تاع بوتفليقه هذه العهد العهدات هذه ولكن للاسف الشديد هناك يعني كل المشكل الموجود في المعارضه، كل واحد يحب يكون رئيس في هذه المعارضه الجزائريه. قصدك الليدرشيب؟ ليدرشيب هذا هو اللي يقضي على المعارضه في الخارج، ولكن هذه المعارضه لازم تفهم باللي هو الهدف رانا هدف واحد، هو القضاء على النظام هذا المستبد هذا القضاء عليه بشتى الوسائل، ومن بعد ما نقضيو على النظام هذا تما كل واحد يعني تكون دولة قانون، كل واحد يدير الحزب تاعو، كل واحد في اطار قانوني يعمل على روحه في الهدف تاعو ولا البرنامج تاع الحزب تاعو. كاين واحد يقول لك، كاين الناس يقول لك يا خويا بوتفليقه جا خدم العهده الاولى والثانيه كان شاب وخدم الجزائر. نعم. يعني واش رايك في الفكره هذه الناس يعني الناس القول هذا اللي يقول لك انه خدم العهده الثانيه والاولى والثانيه كان سما دار رجع السلم والوئام. السلم والوئام ماش بوتفليقه اللي دار السلم والوئام، السلم والوئام بدا سيد زروال من قبل كانوا رجال، كي جا بوتفليقه كل شيء كان موجود ديجا، والسلم مع من السلم كان جهه واحده تقتل في الجزائر، ما كانش جهتين، كان نظام اللي كان يقتل في الناس ويقتل في الناس، وكاين 250 الف واحد اللي راهم ماتوا، كاين صحفيين كاين مغنيين كاين جهه واحده تقتل في الجزائر، الوئام يقدروا يديروا في اي وقت في دقيقه يا بالهاتف حبسوا كلش، ما كان جهتين يعني مصطدمين و هذه بوتفليقه ما داروا وصلنا الكارثه المجاعه، هذا هو العمل تاع بوتفليقه، الشيء اللي نشوفوه في السنتين الجايين هذه الشعب ما يلقاش واش ياكل، الشعب ما يلقاش، وتكون ملايين تاع الجزائريين راح يهاجروا الجزائر، هذا هو المشكل، هذا وين وصلنا سي بوتفليقه. ويعني جو سوي فريمون جو دينونس يعني ندد بشده هاد اللي يساندوا في بوتفليقه لا كونتيني استمراريه هذه ويحوسوا بوتفليقه العهده الخامسه، نقول لهم يعني هاد الناس ما يحشموش وراهم خونه للوطن، هاد ما يحشموش صح اقولها مسكين احنا
ما يحسبوش راه مخاونة الوطن، راه مخاونة الوطن والتاريخ راه يسجل عليهم. هادو كل يسندوا في هاد بوتفليقة هذا هو. والناس يتعارض حقها، حابة تحب بلادها في رأينا. الناس يتعارض واش راه يصرى في الفساد ومن المسؤولين واش راه يصرى في البلاد. الناس يحبوا بلادهم اللي عارضوا راهم وطنيين هما، يعني الناس كيما وقت الثورة راهم تقدر تقول مجاهدين، راهم مجاهدين حب الوطن اللي يبوسيهم به يعني باهي عارضوا هذا الصيغ. في الاسبوع هذا اخوي عبد الوهاب كما نهضروا على الاقتصاد، نهضروا على الاقتصاد اخوي عبد الوهاب. في الاسبوع هذا احتلت شركه الطيران الاثيوبيه المرتبه الاولى في افريقيا. نعم. يعني اثيوبيا اللي معروفه عند الجزائريين انها المجاعه الحبشه كما تعرف يعني. نعم. فصارت يعني في هذا الاسبوع احتلت المرتبه الاولى كشركه طيران في افريقيا. يعني هذا لأن هناك يعني أثيوبيا كنا من قبل السبعينات نتكلموا عليها بلي دولة فيها المجاعة، فيها يعني الناس يموتوا بالجوع. وراني سعيد جدا بلي أثيوبيا كاين، رواندا كاين، أثيوبيا كاين، المالي، النيجر، هادو الناس هادو البلدان تقدمت، والجزائر هي في مؤخرة دول في العالم. بالبترول تاعنا ما درنا والو. بالبترول ما نديرو والو، لأنه كما قلت لك يعني الشعب ما على بالوش، ولكن كل الناس على بالها، يعني الناس اللي زيكسبير بلي المجاعة تكون مجاعة ما عرفهاش التاريخ. علاش تسير سوء التسيير، تسير والخونة والخيانات وتسير لا مبالاة والحكم الغير راشد لا موفيز غوفيرنونس. سي بور سا اللي توصلنا يعني اللي رانا فيه. يعني في انت محسوب على المعارضة الاخ عبد الوهاب، عندك الحلول باش نخرجوا الجزائر من الأزمة؟ فيها حلول كثيرة وتكلمنا عليها، وتكلموا عليها ناس يعني علماء، تكلموا كاين حلول، ولكن تكلمنا عليها سنوات من قبل. ما نظنش لكن في الوقت الحالي كاين حلول، لأن ضاع الوقت ودراهم لون ايتي دي، الفلوس تاع الجزائر لون ايتي دي لابيدي. يعني هذا الرئيس هذا يعني يزرع في الدراهم من هبة ودب. مبلغ 1200 دولار، 1200 كان يقولوا 1500 مليار دولار اللي راحت يعني في هذا لي بازار هذه. 1500 مليار دولار راحت في لي بازار هذه، وراحت في الشيبس هذا وفي المشروبات، وراحت يعني كارثه حقيقيه. ما نقدرش يعني نتكلم لك على كل، انا من قبل ما نفوتش يعني في ما نحبش نبان بزاف، ولكن كارثه. نعم. جات الفرصه. شكرا على اللقاء، يعطيك الصحه وتبارك الله في كل العمل اللي تقوم به، العمل الجبار مع الجاليه الجزائريه وسيرتو مع الحراقه، يعني تعطيهم فيزاج، تعطيهم صوره، الناس عادوا يعرفوهم، وسيرتو في الخارج عرفوا يعني المشكل اللي صاير في الجزائر، علاش هاد الناس اللي يحرقوا. بارك الله فيك. احنا الشباب الجزائر 75% شباب، يعني كما تشوف هذا الشباب على الحراق اللي يموت في بلدان الناس، وعلاش هكذا الوضع اللي وصلنا فيه؟ نظام الحكم الناس هادو لازم يفهموا، جاء الوقت باه يروحوا، لازم يروحوا ويخليوا. كاين شباب، كاين علماء، كاين ادمغه قادره تسير الجزائر، قادرين يسيروا الجزائر وينقذوا الجزائر. وهادو رؤساء الاحزاب هادي سوا ديزون معارضه يجبدوا رواحهم، باسكو بور موا سي خونة حقيقيين يعني. وكنت في وقت الثورة عندهم حساب خلاف، اوريزمون رانا في 2018، ولكن كون جاو في وقت الثورة كان حساب خلاف، وكانوا يعني يسلكوها غالية هاد رؤساء الأحزاب هادي، وحاشا بعض الشخصيات، ولكن تحسب على الأصابع. أخي عبد الوهاب شكرا على الضيافة، حسن الضيافة، واستقبلتنا بارك الله فيك سي صالح. آخر رسالة للشعب الجزائري. يعني واش نقول للشعب الجزائري، يعني لازم الشعب الجزائري il doit réagir، ما يبقاش راه في غيبوبة تما، il doit réagir pour pouvoir agir، باه يقدر يتحرك. راهم هاد الساعة في غيبوبة، وأنا متفاهم الشعب الجزائري، كل واحد عنده مشكل في الجزائر، وأغلبيتهم أمراض هذه يستهلكوا نامبورت كوا. الناس الأغلبية راهم عندهم السكر، مرض السكر، عندهم الكونسير، عندهم كل واحد يجري على حواله. على هذه ما لقيناش هذا الشعب، كل واحد عنده مشكل، وهذا أكوز هذا النظام الخبيث، هذا النظام الخاين. ونطلب يعني من جميع الأحزاب هذه والمعارضة، الواحد يعني يوليو لطريق صواب، يرفينا لا ساجيس
ويحبسوا من هذه تاع العهده الخامسه هذه خيانه عظمى هذه وما توصل لاي شيء والجزائر راها في خطر. الجزائر قبل كل شيء. الجزائر قبل كل شيء هذا شعار تاع محمد بوضياف وحنا نعملوا بالوصيه تاع محمد بوضياف هي الجزائر اولا وقبل كل شيء يعني نقدروا نديروا كل شيء باه نمنعوا هذه البلاد هذه وهذا هو النصيحه لازم تروح ترجع الروح الوطنيه والناس هادو يخدموا البلاد خليهم مصالح شخصيه في بوتفليقه باسكو يدي منه ياكل منه ياكل منه هذه ستوب فهمت مصلحه تاع الشعب والوطن قبل كل شيء والشباب شباب والشباب شباب عنده دور تاعو نهار نجسدوا دوله القانون الشباب هذا تكون عنده دور الرجل المناسب في المكان كل واحد يلقى المكان تاعو نهار نجسدوا هذه دوله القانون هذه شكرا شكرا السلام عليكم وربي يعاونك السلام عليكم في الامان.